فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. يعني إيه رب الجنود؟ رب الجنود واحد من أروع وأمجد أسماء الله في الكتاب المقدس، ورد في العهد القديم حوالي 300 مرة باللغة العبرية يهوى صباؤوت. ويمكن أشهر شاهد إحنا فاكرينه اللي في صموئيل الأول 17:45، يوم ما داود أراح يواجه جولياط وقال له: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، لكن أنا آتي إليك باسم مين؟ رب الجنود يهوى صباؤوت. يهوى صباؤوت يعني الحاكم المطلق بقدرته التي لا مثيل لها، أو كلي القدرة، كلي الجبروت. بالمعنى البسيط لما ترجع لكل المراجع اللاهوتية الكبيرة تقول يعني إيه يهوى صباؤوت رب الجنود. بصدق من حوالي 5 سنين قابلت واحد يتكلم العبرية بطلاقة، قال لي: انتوا بتترجموا يهوى صباؤوت غلط. قلت له: ازاي مش رب الجنود؟ قال لي: رب الجيوش مش الجنود، الجيوش، ومعناها الذي يجيش او يجند كل قوى السماء والارض لتحقيق اغراضه. اقولها لك بصياغة تانية: يجند كل القوى المنظورة والغير منظورة لتحقيق اغراضه. ليه؟ لأن هو كلي القدرة والسلطان على كل الكون. أفكرك ببعض الحاجات، مش هو اللي في يوم من الأيام خلى السماء تنزل نار وكبريت على سدوم وعمورة؟ يبقى عمل إيه؟ مش هو اللي خلى الأرض تتشق وتبلع ناس كانوا متمردين على الرب؟ أنا بقول لك تاني: يجند كل قوى السماء والأرض لتحقيق إيه؟ أغراضه. طبعا أغراضه كلها خير، أغراضه كلها حب، كلها سلام. لكن الكلام اللي أنا بقوله ده لما كان عايز يعاقب بعض الأشرار، 3 جيوش جايين عشان يدمروا شعب الله، شايف رب الجيوش عمل إيه؟ رب الجنود خلى 3 جيوش انقلبوا على بعض. اللي عايز أقوله لك، إلهنا هو الحاكم المطلق لكل قوى السماء والأرض، الذي يجند كل قوى السماء والأرض لتحقيق أغراضه. اللي عايز أقوله لك إن العالم ومستقبل العالم مش في إيد بايدن، ولا معرفش الأمم المتحدة، ولا القوى الفلانية، في إيد الله اللي بدأ التاريخ واللي هيختم التاريخ، واللي بيجند كل القوى علشان تحقيق أغراضه، لأن هو اللي ليه القصد والغرض. أتمنى لك تهدأ وتطمئن ويبقى عندك يقين: إحنا بين إيدين إله كلي القدرة وكلي السلطان.